السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعي قناة حديقة تي في. هذا اليوم نقوم بزيارة لغابة النقاطة. غابة النقاطة هي غابة جميلة تم تهيئتها لاستقبالكم على أحسن وجه، وتوجد بضواحي مدينة تطوان في الطريق الفاصلة بين مدينة تطوان والجامعة القروية صدينا. الطريق متوفرة للسيارات، وكذلك هناك وسائل النقل العمومية، سيارات أجرة صغيرة صفراء تصل إلى هناك، كذلك سيارات أجرة كبيرة زرقاء تصل إلى هناك، وكذلك الحافلات الطويسات يصلون إلى هذه المنطقة. وهي غابة جميلة جدا، غابة تتكون من أشجار مختلفة، من شجر الصنوبر، كذلك من أشجار الكاليبتوس، وتغطي مساحة كبيرة. هي ثروة نباتية وثروة حيوانية بالمنطقة، وكما تشاهدون مجهزة بأماكن للطبخ والطهي في هذا المكان، كما تشاهدون حفاظا على الغابة من الاحتراق والاشتعال. قمنا بطهي الطعام في هذا المكان، كما تشاهدون زوار وافدون على هذه الغابة. هي غابة جميلة جدا، وهواؤها نقي، والمتعة فيها جيدة. فهذا المكان يفتح الشهية للأكل وللطبخ والطهي على الحطب وعلى الفحم. فهذا المكان هو مخصص للطبخ كما تشاهدون. نقوم الآن بإضرام النار لإعداد الطعام. هذا المكان كذلك مخصص للطبخ. إذن في تهيئة هذه الغابة قد تم وضع أماكن مختلفة في أماكن متفرقة للطبخ. هذه طاولات للأكل، طاولات موجودة داخل الغابة، وهذه الأفران، أفران المبنية بالإسمنت خاصة بالطبخ. وكذلك هذه الممرات، ممرات موجودة، لأن هناك العديد من الممرات داخل الغابة لتسهيل الطريق. إذن هذه الغابة، غابة النقاطة كما تشاهدون، المتنفس الجديد لمدينة تطوان والنواحي. كانت في الماضي غابة يعني عشوائية وربما مهملة شيئا ما، الآن تم العناية بها وتم تسييجها ووضع مدخل رئيسي لها، وداخلها تم وضع مجموعة من المرافق التي يحتاجها الناس أثناء رحلاتهم إلى الغابة. تبقوا معنا في هذه الرحلة وفي هذه المتعة. أهلا بكم، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتشجيعنا بالإعجاب ووضع تعليقكم تحت الفيديو ومشاركة الفيديو إن أعجبكم مع أصدقائكم. تحياتي لكم. وصلنا إلى طريق معبدة داخل الغابة لتسهيل العبور والتجول داخل الغابة بالنسبة لأصحاب الدراجات الهوائية الذين يحبون الدرج الهوائية في الجبل. كما تشاهدون مجموعة من الأماكن يعني مجهزة
هذا تشوير طرقي من اتجاه المرافق الصحية، كذلك اتجاه أماكن الطبخ والطهي، ثم مسار المركز الإعلامي الخاص بالغابة ومركز الحراسة بالغابة، ثم المسارات الأخرى، المسار التربوي والمسار الرياضي إلى آخره. غابة جميلة تستحق الزيارة وتستحق النزهة لكي يقضي الإنسان فيها نهاية الأسبوع السبت أو الأحد في هذا المكان المرتفع. ومرتفع طبعا هذه الغابة كما تشاهدون، الرياح ربما قوية شيئا ما، كون هذا المكان مرتفع عن سطح الأرض بكثير، وتكون فيه في فصل خريف وشتاء برودة شيئا ما، عكس فصل الصيف الذي يكون الجو لطيف داخل هذه الغابة. كما تشاهدون هنا مراكز خاصة بمدخل الغابة، وكذلك موقف للسيارات مجهز، يعني بأماكن منظمة لإيقاف السيارات. تحياتي لكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة حديقتي.